السلام عليكم. احنا ان شاء الله في الفيديوهات دي هنتكلم عن البيزكس بتاعة اللينكس كوماند لاين او الاوامر بتاعة لينكس اللي بتتكتب في الكوماند لاين. الكورس اللي احنا نشتغل منه اسمه NDG لينكس Essentials من سيسكو نتوركينج اكاديمي. فاول حاجة لو عايز تدخل على الكورس ده هتعمل سيرش عن سيسكو نتوركينج اكاديمي، فهتختار أول نتيجة. هتلاقي فوق حاجة اسمها كورسز، هتختار OS and IT. هتنزل تحت شوية هتلاقي الكورس بتاعنا اللي هو NDG Linux Essentials، تضغط Learn More. هتنزل تحت هتلاقي كلمة sign up today وتختار English. فهيظهر لك فورم enroll now، هتدخل الايميل بتاعك والفيرست نيم واللاست نيم. فانا دخلت الايميل والفيرست نيم، وعلى اليمين هتلاقي اللاست نيم. وفي سؤال كده هيسأله عشان يعني تثبت ان انت مش برنامج، يعني 5 زائد 14 مثلا 19. تمام. هنا لو حابب تاخد يعني تستقبل ابديتس، يعني هتحدد ان انت 13 سنة او اكتر، بعد كده تعمل سبميت. فهيقلك على فورم تانية عشان تكمل عملية التسجيل. هو هيملك البيانات الفيرست نيم واللاست نيم والايميل، هتختار بس الكونتري. تمام. كومباني هتكتب سيلف عشان مفيش كومباني. بعد كده تكتب الباسورد بتاعك، بس لازم يكون فيه ابر كيس كاركتر ولازم يكون فيه نمبر. بعد كده هتكونفيرم الباسورد، بعد كده هتدخل الأرقام اللي موجودة في الصورة. تمام. هيسألك برضه عايز تاخد أبديتس أو كده، بعد كده ريجستر. وبعد كده هيحولك على اللوجين بيج. فتدخل الايميل اللي انت سجلت بيه، وهتدخل الباسورد، تضغط ساين ان. فهيبعت لك بعد كده رسالة على الايميل اللي انت دخلت فيها كود، المفروض انت تدخل الكود ده. فهتفتح الايميل بتاعك، دي الرسالة اللي جت من سيسكو، فهتلاقي مكتوب فيها الكود، هتاخده كوبي. بعد كده ترجع تاني للفورم للصفحة وتعمل بيست للكود وتقول فيريفاي. فهينقلك على صفحة تانية، بس مش لازم تكمل البيانات دي، انت ممكن تعمل سكيب. وأخيرا هيظهر لك لونش كورس. هتظهر لك الرسالة دي، ممكن تختار اند تور. فكده دي الصفحة بتاعة الكورس. علشان تشوف الكونتنت بتاع الكورس هتنزل تحت، هتلاقي الكورس متقسم لمجموعة من الموديولز، موديول واحد موديول اتنين تلاتة وهكذا. احنا هنشتغل على اللابس، مش هنشتغل على الجزء النظري. فأول لاب موجود هتلاقيه في موديول 5 اللي هو لاب 5، تضغط عليه هيفتح.
بس أول مرة تفتح هيظهر لك الشاشة دي، وهتلاقي تحت في بوكس هتعلم عليه. تمام، وتعمل سبميت. تمام كده، لو رجعت تاني هندخل تاني على لاب 5، هتلاقي المرة دي اللاب فتح. فأي لاب تفتحه هتلاقيه متقسم لمجموعة من التوبكس موجودة هنا. كل ما تخلص صفحة هتضغط نيكست، هينقلك على الصفحة اللي بعدها. وهتلاقي على اليمين لو انت عايز تشتغل عملي وتجرب الكوماندز اللي احنا هناخدها في اللاب، ممكن تشتغل في الشاشة دي. هتكتب الكوماند وتدوس انتر، هينفذ الكوماند. احنا في الفيديوهات الجاية هنشرح الكوماندز دي لسه. طيب انا بعد كده لما عاوز ادخل على الكورس تاني هعمل ايه؟ انت في الاول خالص هتفتح جوجل وهتسيرش عن سيسكو نتوركينج اكاديمي، وتفتح الصفحة وهتختار لوج ان من فوق. فهيفتح لك البروفايل بتاعك، وهتلاقي تحت الكورس موجود، وهتقول له لانش كورس.